الرحمن الرحيم ونشكر الله الحمد لله اللي كنديروا ديالنا تاع المتسولين كيعطيوهم البلايص لو المشكل اللي كاين هو كل واحد عنده 5 6 ديال الزاوز ديال ولادو كل واحد تعطي 5 6 ديال البلايص مش عقد البلايص نديرو زيو كامل سوق ما يقدروش وكاين 2 ديال المركبه ديال الخضره والثالثه هو التمنى دابا اللي ما عندوش بلاصه كنقول له غير صبر شويه نعطيك البلاصه ولكن ماشي خضار رسمي باش نعطيوه البلاصه لان كيجي اليوم ولا غدا يشري شويه الخضره ولا يعطيوها للخضار يقول لك عطيناها الخضار عطيناها البلاصه هذا هو المشكل اللي عندنا باش نشوف هذا المشكل اللي عندنا وراح ندور على الحل كيتكثروا دابا اللي عنده شي بلاصه عنده بلاصه وحده ديالو كيكون مخدم معاه 4 5 ديال ولادو وبين جو فرقوا البلايص كيبانوا ب 4 5 خصهم بلايص وواحد خصو بلاصه شاقد ديك البلاصه راه خصك تلا بلاصه وكلشي ولاو خضار اللي خضار يردوا له خضاره صدور يردوا له صدوره مش حق الاداره البلديه مش حق تفرق ديال البلايص.